النار بريدنج ماسك ممكن يحصل فومتنج واسبيريشن، وبالتالي هن اسكليت اب ليفل اعلى اللي هو الهاي فلو، هاي فلو نيزل كانيول. ده نيو تول من الدليفري of oxygen. The heated humidified system allowed prescribed FiO2 to be delivered at high flow rate. الجهاز كده ببساطة الجزء اللي تحت دوت ده الست مين ست بتاعنا ده بنظبط من خلال الشاشة دي. الفلو ريت بتبقى up to 60 لتر per minute. ال FiO2 100% والتمبريتشر 37. طبعا بنبتدي جراديولي بالبارامترز دهيت لغاية ما نوصل للبارامتر اللي احنا عايزينها والبيشنت يأدبت مع الجهاز. ده فيه هيتر وبعد كده الهيوميديفاير كونكت للسترايل ووتر بوتل، واللي فوق دوت انا مش عارفه هنا في السترايل فوق الميكسر اللي فوق ده بيميكس الاكسجين والهواء اللي جايين من التو بورتس، واحد جاي من الاكسجين واحد جاي من الاير، واكوردنج للفلو ريت بظبط الاف اي او 2 بتاعي واللمب اللي رايح للعيان في اخره في وايد بور نيزل كانيول. وشكرا. طيب بيشتغل ازاي او البيرفيتس بتاعته ايه؟ اول حاجه ان بيديني بريسايز اكسجين ديليفري، ديد سبيس واش اوت، بروفيشن اوف ذا ستاندنج بريشر، فانكشن زيد الكاباسيتي بتتحسن وبيقل الورك اوف بريذنج وبيحسن الميكوزال فانكشن. لو بصينا هنا قارنا الهاي فلو نيزل كانيولا مع النيزل كانيولا العاديه برضو مش هنلاقي ان الاير انترينمنت بقى نل الاصفر الهواء اللي داخل لان هو واخد احتياجه من الاف اي او 2 وادى فلو عالي حوالي 30 ل 60، ده بيقابل الفلو اللي زاد عند البيشنت مش محتاج ياخد من الروم اير. الحاجه الثانيه كمان ان الكونستنت فلو دهوت بيروح عامل ووش اوت للديد سبيس اللي هو من اول الاوروفانكس والبروكسيمال تراكيو برونكيال تري، ودي بتشتغل كريزرفوار اوف بيور اكسجين مع النكست بريذ، ودي بتسهل البريذنج بتاع العيان وبتقلل work of breathing. في نفس الوقت الهاي فلو دوت بيزود الفانكشن ريزيديوال كاباسيتي. ازاي؟ الهاي فلو دوت بيكرييت بريشر ما بنقدرش نحسبه، لكن قالوا ان كل 10 لتر بير مينت من الفلو بتدينا 1 سنتيمتر بريشر. فانا لو اديت عين 30 40 50 انا اديته 4 سنتيمتر سيباب، ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ريكروتمنت للالفيولاي وبالتالي كل ده بيفتح فيزود الفانكشن ريزيديوال كاباسيتي، يقلل ورك اوف بريذنج وبيحسن الكومبلاينس. الايفكت بتاع الهاي فريكوانسي نزل كانيولا على الميوكوس ممبرين بيزود الميوكوسيلري كليرنس، منتين ابثيليال انتجريتي، وبيقلل الانرجي لوس نتيجه الهيت اند ووتر اكستشينج مع الالفيولاي، ويمنع البرونكو ريستريكشن من الدراي اير. ادي تول من الميثودز. طيب في فاريانت من الهاي فريكوانسي نزل كانيولا اسمه هاي فيلوسيتي نيزل انسفليشن، دوت التريد نيم بتاعه اسمه فابوثور او الماسك فري نون انفيزيف فنتيليشن، ودي حاجه اف دي اي ابروفد. هو برضو بيدي ورم هيوميديفايد اكسجين، لكن الفكره ايه؟ بيستبدلوا النيزل كانيولا الوايد بور بتاعه الهاي فلو نيزل كانيولا بنارو بور. طيب فكره الفلو لما بيعدي نفس الفلو يعدي في مكان ضيق او بيعدي في مكان وايد، طبعا مع المكان الضيق بيعدي بسرعه دفع كبيره فبتبقى الفيلوسيتي بتاعته عاليه جدا. البور بتبقى اضيق حوالي 2.7 بتاعه النيزل كانيولا، وده بيأوجمنت السبونتينيوس بريذنج، وده من الحاجات اللي بيعتبروها الترناتيف تو نون انفيزيف فنتيليشن، يبقى يساوي نون انفيزيف فنتيليشن، بس الميزه بتاعته بقى ان ما فيهوش ماسك، ودي مشكله المشاكل مع النون انفيزيف فنتيليشن. ده شكل الجهاز، برضو في الشاشه بتاعته بنظبط فيها الفلوريت 40 لتر بير مينت، والاف اي او 2 بيدي اب تو 40% والتمبريتشر 37، وبياخد برضو اكسجين وكمبريسد اير والنارو بور كانيولا. طيب نقول بقى هل انا عندي هاي فلو 60 لتر بير مينت اسيبه واخد 40 لتر بير مينت رغم ان انا اقدر اعمل تايتريشن براحتي مع الهاي فلو اللي هو 60 لتر بير مينت؟ بالاضافه ان هم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم، بس ايه الفرق ما بينهم بقى؟ ان هو بيعمل فلاشنج للديد سبيس، بيشتغل على الورك اوف بريذنج يقلله، ديستندنج بريشر برضه بيدي، بميزه ان هو ملوش ماسك وتوليرابل بالنسبه للعيان. طيب اللي بيحصل مع الريسبيراتوري ديستريس ان الريسبيراتوري ريت بتزيد، التايمينج بتوين ايتش بريز بيقل. طيب انا عايز اعمل فلاشنج هنا بقى سريع، مين اللي يعمل؟ الهاي فيلوسيتي ولا الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا؟ لا الهاي فيلوسيتي، لانه بيعمل فلاشنج في خلال 2.2 سكند فيرسس 3.6 الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا. ده يهمني، وبالتالي انا عندي الريزرفوار اوف اكسجين بيبقى افيلبل بسهوله وبسرعه وبحققه اسرع من الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا. طب ده بيقلل الورك اوف بريذنج، يقلل الورك اوف بريذنج، فمش محتاج
الفلو العالي ده هو. إذن الفلو لما بيقل أنا عوضته بالفيلوسيتي. الديستندنت بريشر من الحاجات اللي بيعملها ان هنا اقدر الفيلوسيتي العاليه دي بتكرييت البريشر يبقى مينتيند لفتره اطول من الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا، وبالتالي انا ده يعوض لي فرق الفلو. نخش على النون انفيزيف لو دي ما هياش سكسسفول. النون انفيزيف فنتيليشن لو انا بصلح هايبوكسيميا فقط هدي سي باب 8 ل 12 سنتيمتر ووتر. بصلح فنتيليشن وهايبوكسيميا يعني في كربون دايوكسيد ريتنشن بستخدم الباي باب، ببتدي اي باب للاي باب 12 ل 4 والفرق ما بينهم ده البريشر سبورت اللي بيساعد من يريكريوت الالفيولاي اند سو اون، بعلى لغايه 25 ل 10 سنتيمتر ووتر. طب ايه فوائد النون انفيزيف فنتيليشن؟ اول حاجه ان انا بدي اكشن ديليفري 100%، تمام. الحاجه الثانيه بتقلل الاير انترينمنت، مفيش الفيس ماسك تمام، وانا مدي الكميه اللي انا عايزها من الاف اي او 2 والفلو بتاعي متظبط. طيب الاسكيب اوف اير لو هنبص بقى للاير اللي هو طالع من الناحيتين بتاع السيمبل فيس ماسك دوت الاكسجين اسفه، لكن مع النيزل مارك مفيش، النيزل كانولا جزء من الاكسجين برضو باسكيب مع النون انفيزيف مفيش، وبتحسن الفي كيو مس ماتش دوت اللي على الشمال دي قبل ما ندي النون انفيزيف، وبعدين بعد ما ادينا الانفيزيف النون انفيزيف وحصل ريكريتمنت للالفيولاي وتحسنت الفي كيو مس ماتش. طيب لو حصل فيلير اشيفت الى ميكانيكال فنتيليشن حصل ازاي؟ ان البي ار تي وتوع الاف اي تو ما بتتحسنش، السبس سكور عالي، الاباتشي سكور عالي، المالتي اورجان فيلير ديسفانكشن اند سو اون. طب خلونا نكمبير بين التو تولز دول. از ريجارد الاكسجينيشن هنلاقي ان البي ار تي ال2 او2 الثلاثه ديليفري ديفايسز بيحسنوه. الساتوريشن الدي ساتوريشن ايفنتس مع الكونفنشنال اوكسجين ثيرابي بستيل موجوده، بتقل مع الهاي فريكوانسي نيزل كانيولا لكن بتنعدم في النون انفيزيف فنتيليشن. والبي ار تي ال2 او2 اف اي 2 يتحسنش مع الكونفنشنال لكن يتحسن مع الاذر تو بارامترز. الورك اوف بريذنج اللي بيحسنوا الهاي فريكونسي ونون انفيزيف فنتيليشن لكن الكونفنشنال ما بيصلحش الدنيا قوي. النيد فور اسكاليشن طبعا مع الكونفنشنال هيبقى موجود، مع بقيه الميثود بيبقى اقل. سنس اوف ديسنيا موجود مع الكونفنشنال اوكسجين ثيرابي. المورتاليتي بتبقى عاليه مع الكونفنشنال بتقل مع الهاي فريكونسي. نون انفيزيف على طريق اللنج انجري بيزود برضو المورتاليتي. طيب ازاي نمنع البوست اوبراتيف هايبوكسيميا؟ WHO كانت بتريكومند ان احنا ندي بري اوبراتيف اكسجين وبوست اوبراتيف ايميديت بوست اوبراتيف اكسجين حتى لو العيان مش محتاج عشان الوند هيلينج، فندي قبلها ب 8 ساعات ونكمل بعدها سايذر بالكونفنشنال او بالسيباب. لكن الكلام ده اتغير ولقوا ان في هازردز من الهايبوكسيميا عاليه، فبالتالي بقى ما هوش ستاندرد ريكومنديشن. طب انا اعمل تايتريشن علشان اقلل ليفل زي ما قلنا لغايه 96%. الساتوريشن بتاعي بحسبه بالبلس اوكسيمتري بيديتكت الهايبوكسيميا، لكن الهايبروكسيميا يا اما هجيبها بالبي ار تي ال او2 او حاجه اسمها اوكسجين ريزيرف اندكس، وده بيبقى موجود على جهاز بهذا المنظر زيه زي البلس اوكسيمتري، وتبقى كل الايتمز موجوده هارت ريت وبلس واو ان سو اون. ده الاكسسيف ده هازرز بتاع الهايبركسيميا على اللنج وعلى الكارديوفاسكولار سيستم. تو كونكلود الروتين بوست اوبراتيف اكشن سبلمنتيشن اند ان نيسيسري هايبوكسيميا هايبركسيميا شود بي افويدد. ستيل الكونفنشنال اوكسجين ثيرابي مي بي ذا فيرست لاين مانجمنت في البوست اوبراتيف هايبوكسيميا. الهاي فلو اوكسجين ثيرابي اللي احنا استخدمناه لو اتكلمنا عليه في التوك ممكن يبقى اكوفالنت للنون انفيزيف فنتيليشن، better tolerated و less complication. طب دي واحدة بس أكمل conclusion، ثانية واحدة بالضبط. شكرا. بتبقى بتشتغل كفلتر، مش بحط كل العينين بتوعي على نون انفيزيف في الاول، لا كنا بحط كله كانت اول فيرست لاين بستخدمه هو نون انفيزيف فنتيليشن في عينين البوست اوبراتيف، لكن لا دي بقت عامله فلتريشن جامد. الهاي فيلوسيتي بتساوي نون انفيزيف فنتيليشن من غير ماسك، ودي حاجه مهمه جدا. النون انفيزيف فنتيليشن من الحاجات المهمه في الثوراسيك والابدومينال سيرجري.
زي ما بنقول نون انفيزيف فنتيليشن كانت هي الفيرست لاين موداليتي اوف اوكسجين ثيرابي في البوست اوبراتيف بيريد. دلوقتي الهاي فلو اوكسجين ثيرابي اللي هو النيزل كانولا والفيلوسيتي اندكس بقت الترناتيف. لما اجي اعمل اسكليشن هبتدي بالكونفنشن ده المتاح السريع، بطلع على الهاي فريكوانسي نيزل كانولا والهاي فيلوسيتي نيزل انسفليشن، وفي النهايه النون انفيزيف ابتدى عدد قليل يتحط عليه. واشكركم شكرا جزيلا وشكرا على الوقت. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة حنان الشحات. الحقيقة انا بحيي الدكتورة حنان مش من الناحية بس ان هي الساينتيفيك كونتنت بتاعها الاكثر من رائع، بحيي فيها الالتزام، التزام بالوقت والالتزام بالحضور في الميعاد المقرر، وده مش غريب عن الدكتورة حنان. الحقيقة الدكتورة حنان احد اعضاء لجنة الترقيات ودائما وابدا بتمتعنا بمناقشاتها العلمية السرية، وليه الشرف طبعا ان انا اقدم أخويا العزيز الأستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادي. دكتور محمد طبعا من أحسن المحاضرين دلوقتي في مصر كلها، وهنستمتع بمحاضرته إن شاء الله في انتليتور بيتر سينكروني دريم أور رايتي. فضلت محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ الدكتور جمال ربيع على تقديمي، وشكرا على دعوتي، لأنه هو دكتور جمال اللي يعني كان صاحب أن أنا أكون مشارك في مؤتمر البرونكولوجي، وسعيد بوجودي مع حضراتكم، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. إحنا نتكلم النهاردة سريعا كده على السينكروني، وكلمة سينكروني معناها توافق المريض مع الفنت. المنظر ده كلنا بنشوفه وبنبقى قلقانين جدا منه، اللي هو السويتنج والتاكيبنيا والتاكيكارديا والابدومينال بارادوكس والسيانوزيس والريفيوزال تو لايسوباين والوركينج اكسسوري ماسل ريسبيريشن، وبنبقى لما بنشوفه على العيان اللي هو متفنتل بنبقى زعلانين جدا. والسلايد ده من 1994، لكن ما ينفعش اي حد يتكلم على سينكروني من غير ما يحط السلايد ده. بنبقى واقفين قدام الفنتيليتور حيرانين، هل المشكله في الفنتيليشن؟ هل المشكله في العيان؟ طب هاو تو امبروف؟ ولو انت دكتور يعني لسه مبتدئ او زي ما بيقولوا سكه، على طول هتروح منيم العيان، سيديت ذا بيشنت. زي ما انتم شايفين كده، اي سينكروني سيديشن برولونجد فنتيليشن تايم بوسبل ماسل اتروفي فنتيليتور اسوشيتد نيمونيا ويننج از ديليت. يبقى مش عايزين نعالج الاي سينكروني بان انت تنيم العيان. طب انت عايز العيان يعني يبقى صاحي ويتنفس ولا ينام وما يتنفس؟ قال لك والله بس عشان تقول هو صاحي ولا نايم لازم تبقى اوير بالفنتيليتور ان هو ليه مشاكل وان العيان كمان ليه مشاكل، فلو سمحت مش ناقصة تضيف مشاكلك انت كمان كدكتور بقلة المعلومات عن how to deal عشان توفر على العيان المشاكل اللي ممكن تنجم من سوء التخطيط بتاعك. يبقى انا في عندي 3 arms: patient, ventilator, physician. الهدف الرئيسي ان مخ العيان يتوافق مع مخ الفنتيليتور اللي هو مخ الطبيب، وده صعب. عشان كده بنقول الهدف انا فنتلت عيان، العيان ده انا هديله تايدال فوليوم بالفنتيليتور، امتى العيان هيبتدي ياخد النفس وامتى الفنتيليتور هيديله؟ يبقى هو ده السؤال. انا عايز اسينكرونايز ما بين الدايفرام وما بين الفنتيليتور وما بيني انا والعيان والفنتيليتور. عايز هوايا يبقى زي هوا الفنتيليتور يبقى زي هوا العيان. بيشنت برين يبقى زي الفيزيشن برين. طب وده ممكن يتحقق؟ ممكن يتحقق في حالة واحدة بس: knock the patient down، ودي المصيبة الكبرى اللي بتخلي العيانين بتوعنا ما يقوموش من على الميكانيكال فنتيليشن. يبقى الديسينكروني ما بين البيشنت والفنتيليتور سببها ان البيشنت برين not synchronized with the machine brain، بين قوسين physician brain. يبقى نيجي بقى نقف قدام الفنتيليتور، هنقف قدام الجرافيكس، هنقف قدام العيان، هنتصرف ازاي، هنعمل ايه؟ تقول لي والله هي ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت بتفنت العيان، بتفنتله بلانج سليمة ولا بايزة؟ غالبا بتكون بايزة، يعني فيها انجري، فيها اي ار دي اس، فيها نيمونيا، فيها انفلتريشن، فيها جي جي او، وارد. يبقى الفنتيليتور لما يخش على لانج نوت هوموجينيوس ممكن يعمل لك انجري، يعمل لك فنتيليتور انديوست لانج انجري. يبقى حكاية طخه بس ما تعوروش مش هتحصل، هيحصل ان هيبقى فيه انجري، وهيحصل ان هيبقى فيه انفلاميشن. عايز تافويد هذه المشاكل ازاي؟ بتاعه الفيلي والفالي والباروتروما والفوليوتروما والارجو والريو. تقول لي والله خلي العيان يتنفس تلقائيا والفنتيليتور جاست اوجمنت التايدال فوليوم. يبقى انت بتشجع السبونتينيوس بريزنج،
عشان ايه؟ عشان افويد وات از كولد فنتيليتور انديوس دايفراجماتيك ديسفانكشن. جميل. في مقابل ده ان العيان ممكن يفايت الفنتيليتور، تقول لي اه يعني اخليه يتنفس تلقائي ويفايت، ولا خليه يتنفس تلقائي ويسينكرونايز؟ هذا هو السؤال. يبقى احنا بنقول دايما عامل زي بالظبط كده الغابه اللي فيها الزرافه ولا الغزاله عطشانه جدا والميه حياتها، بس لو قربت من الميه التمساح هيبلعها. ده نفس الكلام كده، الدارك اسبيكت اوف سبونتينيوس بريذنج. سبونتينيوس بريذنج فيه الحياه بتاع العيان، لان هي افويد واتس كولد فنتيليتور انديوسد دايفراجماتيك ديسفانكشن، لكن في نفس ذات الوقت ممكن يعمل لي الفيلي والفالي والايه والمشاكل بتاعه الميكانيكال فنتيليشن. السترونج ايفورت بتاع العيان على الفنتيليتور ممكن تعمل باروتروما اف هي از نوت سينكرونايزد. المور سيفير لما خمدوا العيانين بتوع الاي ار دي اس وجدوا ان الاكسجينيشن اتصلح، لكن لو ما كان مايلد ما فرقش، بل على العكس اذى العيان. يبقى المايلد اي ار دي اس ما تعملوش باراليسيس، لكن السيفير اي ار دي اس ممكن تنيمه ويصلح له الاكسجينيشن. والسلايد ده بيوري حضرتك لو كان العيان بياخد نيورو ماسكولار بلوكيد وهو مايلد، يبقى انت بتزود له الاي ار دي اس باثوجينيسيس، لكن لو كان سيفير وسبته في سبونتينيوس بريذنج واديته سكريتال ماسل بلاكسن ووقفت السبونتينيوس ايفورت دي، يبقى انت حافظت عليه من الاكيوت لانج انجري. كويس، يعني الريكومنديشن بتاعك لو كان مايلد سيبه يتنفس سبونتينيوس، ولو كان سيفير لا لو سمحت اخمده. يبقى هنا ندي ولا ما نديش؟ قال له ايه؟ السبونتينيوس بريذنج اونلي ان مايلد اي ار دي اس، ما تخمدش العيان في المايلد اي ار دي اس، سيبه شغال مع نفسه. يبقى الفيري سترونج ايفورت هتاذي العيان، والسيفير اي ار دي اس هيستفاد جدا من السكليتال ماسل ريلاكسنت. السلايد ده بقى مهم جدا. ليه؟ بيقول لك يعني طالما العيان بيتنفس وكده كده بيتنفس نيمه بقى. ده دكتور التخدير سنة 1894، والمنظر ده ما فيهوش مجاملة، يعني ده دي حقيقي فعلا. كانوا بيضربوه على دماغه ويغمى عليه وبعد كده يقدروا يعملوا له العملية. قد ايه الطب بتاعنا اتطور يعني. طيب ندي سكريتال ماسل ريلاكسنت، قال لك ايه ندي سكريتال ماسل ريلاكسنت؟ وعلى الاقل اي جزء يبقى من الايه من العيان مبسوط سكريتال ماسل ريلاكسنت. طب انا عايز ادي سكريتال ماسل ريلاكسنت وما اذيش العيان، يبقى لازم يكون شورت اكتنج، لازم يكون فيه كونستانت هاف لايف، ما يكونش فيه اكيوميليشن في الليفر او الكيدني، وما يكونش فيه ديكريز للريسبيراتوري درايف، وفي نفس الوقت يبقى انكزايوليتيك اند انالجيزيك بروبرتيز. في حاجه بالمنظر ده؟ لا مفيش. ذا اكزيستنج دراج ولا ذيس دراج دازنت اكزيست. صح. يعني ايه؟ يعني السيديشن بيأذي العيان؟ اه بيأذي العيان. كويس. اف سيديشن از سيف، البعض بيقول اه والبعض بيقول لا، فهو حتى الان ديبيتد. كويس. السبونتينيوس ايفورت انت بتشجعها ولا بتشجعهاش؟ بشجعها، بس لو كانت مش موجودة يكون أفضل، لأنها ممكن تأذي العيان، لأنها بتزود الترانس بالموناري بريشر، يبقى أنت عمال تفتح وتقفل تفتح وتقفل، يبقى أنت عامل استرتينيوس إفكت على الألفيولاي، يبقى ممكن تزود لك الإيه الباروتروم. تاني حاجة اسمها بندولافت مانوفر. الألفيولاي مش هيلسي، وبالتالي التايدل فوليوم هو داخل بيخبط في الحتت اللي هي مش مفتوحة، فيعمل لك حاجة اسمها ايه؟ لوكال باروتروما. عشان كده بنقول الهيموجينيوس لانج is protected lung. الهيتروجينيوس لانج فنتيليشن يخليها تتأذي اكتر. عشان كده بنفتح بيب للعيانين دول. طيب. كمان السبونتينيوس بريزنج هو الوحيد اللي عنده القدرة انه يفتح الدورسال لانج ريجون. تقول لي طب ما دي حاجة كويسة، اقول لك لا. مش عايز افتحها. مش معنى. تقول لي لان لو في الباراليسيز هتنيم العيان وما تتفتحش. تقول لي طب ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ اقول لك لا وحش. انا عايزها تفضل نايمه شويه، لان الانجري بيوكير وير جاس جوز. في السبونتينيوس ايفورت هيفتح لك الدورسال لانج ريجن، يروح فيها انجري اكتر بالتايدل فوليوم. يبقى انت عايز تشجع السبونتينيوس ولا مش عايز؟ لا مش عايز. وادي السبونتينيوس ايفورت زي ما انتم شايفين اهو بالتريسر ده موريك ان كل الالفيولاي بقت شغاله وهيلسي. انا عايز ابعد عنها، عايز انيم العيان. كويس.
الانكريز دي بيرفيوجن مع الانكريز دي انتراثراسك بريشر والسوينجينج هتعمل مور بيرفيوجن الكابيلاريز، هيطلع منها الفلويد ويزود لك الباثوجينيسيس بتاع الاي ار دي اس. يبقى كل الكلام ده اجينست السبونتينيوس بريزنج لانه هيزود لك في النهايه الاسينكروني. تقول لي يعني عايز تنايم العيان ولا تفوقه؟ عايز ابقى ما بين البنين وهو سيفيرلي ال ينام، ولما يبتدي يفوق يصحى والفنتليتور يقدر يديله. لكن ناخد بالنا ان هو ما يخشش في الفيشس سيركل ديت اللي هي بقى فيها سيفير انجري مع السترونج افورت. كويس، هو العيان بيفتح الفنتليتور بايه؟ عن طريق التريجر. طب لو كان ان افكتيف تريجر او ويك ريسبيراتوري ماسل، او العيان عنده اوتو بيب يعني بيدخل هواء ما بيعرفش يخرجه كله، يبقى مش هيعرف يستحس الفنتليتور ان هو يديله السبونتينيوس افورت زي العيان اللي عندهم اوتو بيب كده. كويس، السلايد ده مهم جدا لان ده بيقول حس بيا، ده انت ليه كل حاجه، ده حكيم. الفنتليتور بيغنيها للعيان ولا العيان اللي بيغنيها للفنتليتور؟ العيان اللي بيغنيها للفنتليتور، لان الفنتليتور ده كلوزد سيركت، هيدي للعيان امتى؟ لما العيان يبتدي يفتح الباب. طب لو العضله ضعيفه او انت ظبطه غلط او عنده اوتو بيب منفوخ بيه، مش هيعرف يفتح الفنتليتور. عشان كده بنقول الفنتليتور ممكن يفتح ويقفل تايم، ات از ا ماشين بيست، مش مهم ده، لان ده اي واحد هيفنتله بهذه الصور كل 10 ثواني ادي سايكل. امال مشكلتك في مين؟ مشكلتي لما العيان هو اللي يحب يفتح الانترنال ديماند فالف بالبريشر او بالفلو. العيان هياخد النفس، الفنتليتور يحس بيه يديله. مين الاحسن؟ قال لك الفلو، لان الفلو هيبقى حنين على العيان، بيسنس اي ايفورت. كويس، الحاجه الجديده بقى اللي انا عايز اكلم حضراتكم عليها هي ايه؟ انت هتعرف ازاي ان العيان ده تحسن له السينكروني، تحسن له احساسه بالفنتليشن بالفنتليتور؟ قال لك عن طريق الديافرام. مش هو العيان بياخد النفس الديافرام ينزل؟ هيعرف ازاي الفنتليتور ان العيان بدا ياخد النفس من حركه الديافرام؟ عشان كده طلعوا حاجه اسمها نافا، نيورالي ادجست فنتيلاتوري اسيست، حط الكترود في الديافرام، الكترود في الديافرام، عشان لما الديافرام ينزل الالكترود يسنس الديافراجماتيك موفمنت فيروح مدي التايدال فوليوم. بس دي كانت انفيزيف وبتركب الكترود وبتعمل مونيتورنج وبقى فيها شويه عليك وشويه على العيان، اللي هي الويت جين او الورك اوف فنتيليشن جين، الجين بتاع البيشنت والجين بتاع الفنتيليتور، عشان يديك التوتال جين بتاع الورك اوف بريزنج. يبقى النافا بيقول ايه؟ خلي شويه عليا وشويه عليك. جينا بقى قلنا عايزين نغير هذا المفهوم تماما، عايز بقى حركة تطلع لي في المحاضرة دي بحاجة اسمها E-Sync Electronic Syncing. الدنيا كلها بتتحول والدنيا كلها بقى فيها تكنولوجي جديد. التكنولوجي ده بيعتمد على ايه؟ يقول لك انت عايز تحس ان الديافرام نزل من غير الكترود، يقول لك يا عين يا سلام، هو الديافرام ده مش لما بينزل لتحت بيخلق فلو؟ قال لك غلط، بيخلق acceleration of flow، يعني مش بيخلق تدفق، لا بيخلق سرعة في التدفق. عشان كده يقولك أهم من الفلو acceleration of flow. ده ممكن يبقى على الانفيزيف وممكن يبقى على non-invasive، وده موجود في الايه؟ في التكنولوجي بتاعة الإيسينك. الإيسينك بيعتمد على ايه؟ على ان العيان هياخد النفس الديافرام ينزل، فالفلو سرعته تتغير. هو في فلو كونتينيوس زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي كده، يبقى ده واخد براءه اختراع على فكره بره، حتى الان لسه ما نزلش وكتب في الكتب بصوره رسميه، لكن واخد براءه اختراع بره. ليه بقى؟ لان بيقول لك فلو اندبندنت او تريجر اندبندنت اير ليك، ملوش دعوه خالص اذا كان في اير ليك ولا ما فيش، هو هيحس بالديافرام وفقط. هيحس بيه ازاي؟ عن طريق تغيير سرعه الفلو. diaphragmatic movement بتساوي patient effort، ال patient effort بيgenerate acceleration of flow. أول ما تقيس ال acceleration of the flow ده تبتدي تحس إن العيان بدأ ياخد النفس، الفنتيليتور روح مديله. يبقى زي ما بيقولوا أهم من الفلو تسريع الفلو، وأنا بقول لك أهم من الشغل تظبيط الشغل. قال له غشيم، تظبيط الفطار مع زمايلك في الشغل. يبقى هنا اقول لك ايه بقى؟ breathing with the patient not for the patient. يبقى الفنتيليتور زمان كان بيتنفس
من أجل المريض. هنا لا، يقول لك التكنولوجي الجديدة يقول لك أنا هتنفس مع المريض، ventilation with the patient. تعرفها إزاي؟ الديافرام ينزل، الفلو يحصل له acceleration، الفنتيليتور يعرف يروح مديله التايدال فوليوم. آخر حالة أحسن حاجة بيعمل عليها التريجر ليفل هي التلاتة. ودلوقتي قال لك في حاجة اسمها أوتو تريجرينج، يعني ما تشغلش نفسك بالرقم، أحطه على واحد ولا أحطه على تمانية مش فارقة، حطه على اللي تحطه عليه، خليه أوتو وهو هيزبط نفسه according to diaphragmatic contractility بتاع البيشنت، ويفتح له الباب على حسب ما هو عايز يفتح. دول بقى تلات كيرفات مهمين جدا. ده اسمه الثريشولد، وده الفلو اكسليريشن. ماليش دعوه بالفلو العادي، انا عايز الفلو اكسليريشن لما يحصل فيه سرعه على طول التايدال فوليوم يخش. يبقى تسريع الفلو هو اللي بيديليفر البريس وليس الفلو. عشان كده طلعوا بالكلمه دي ليك اندبندنت. ماليش دعوه اذا كان في اير ليك ولا لا، لان الليك هيخلي الفنتليتور ما يحسش، لكن لما يكون في اكسليريشن للفلو يحس بيه على طول. انا محتاج دقيقتين بس يا دكتور جمال. هو لازم يعمل لنا رعب كده. يبقى اذا اللي انا عايزه من الفنتليتور انه يحس بالعيان، هيحس بيه عن طريق الديافراجماتيك ديسنت. الديافراجماتيك ديسنت هتعمل لي فلو اكسليريشن. ده بيترجم بصوره معينه كده اهو زي ما حضرتك شايف كده. طول ما الفلو عادي شغال انا ماليش دعوه خالص، الفنتليتور عامل ودن من طين ودن من عجين. اول ما الفلو يحصل له اكسليريشن اللي هو بالازرق ده، يبقى يعدي الثريشولد بتاع البريس، يروح على طول مديله الايه النفس. يبقى الاي سينك دازنت ريلاي اون ليك ميجرمنت. امال بيريلاي على ايه؟ بيريلاي على الفلو اكسليريشن. يبقى انا عايز من حضرتك بس تبقى فاكر ان الاي سينك فلو اكسليريشن ليك اندبندنت، وفي نفس الوقت بيحسن السينكروني من غير ما ترزع في العيان الكترود. يبقى الاي سينك انسبيراتور تريجر از ا يونيك بيتنتد تكنولوجي ذات نو اذر فنتيليشن كومباني كان بروفايد. حتى الان ما فيش حد عامل الكلام ده غير شركه اسمها بريوس. ات انهانس بيشنت كومفورت باي بريذنج ذا بيشنت breathing with the patient not for the patient. Leak independent trigger help to avoid the asynchrony interaction between the patient and between the ventilator. وبالتالي يبقى انت لما يكون عيان بقى متفنتل نون انفيزيف، انت مش محتاج بقى عشان تمنع الاير ليك وتشد وتعمل مش عارف الجير وتحط مش عارف تو فينجر اللي هم تحت الصباع وتبص تلاقي جاله نيك بتاع ده الباك يجي له فيه السر ويجي له مش عارف ليج وارم ارم دي في تي، وتلاقي مش عارف العيان مش عارف يكومونيكيت وعنده ايه سايكلو عنده كلاستروفوبيا ومش عارف يكومينيكيت مع اللي حواليه. كل الكلام دوت مش تبقى انت محتاج له الاير ليك والسكين بريجن والهيد ستراب تنشن، كل دوت لو نون انفيزيف انت مش هتروح له خالص. يبقى الميزة في ان انت تحسن السينكرونيزيشن ان انت هتبعد خالص عن قصة الشد بهذه الكيفية. يبقى قصة حياة المواطن المطحون اللي هو اهرب من نقرة لدحضيرة واروح للفخ الفخ، لا دي هنبعد عنها تماما. هبعد عن السيديشن لو قدرت احسن السينكروني، هقدر اعمل ويننج، هقدر افويد الفنتيليتور انديوس ذا فراجماتيك ديس فانكشن عن طريق ان انا شجعت ان العيان ياخد سبونتينيوس بريسز بدل ما الديافرام التون بتاعه يقع. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد، ومحاضره ممتعه كالعاده اب تو ذا بوينت. لو حد يحب يسال اسئله الدكتور محمد او الدكتوره حنان. طيب احنا كده ندعو الاستاذ الدكتور نادر فصيح والاستاذ الدكتور مجد ابو ريان لرئاسه الجلسه، والاستاذ الدكتور امين عمر لرئاسه الجلسه. احنا ان شاء الله معنا